بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لما بدأناه في حلقة سابقة عن كتاب الإنسان كما يفكر يكون، As a Man Thinks لجيمس آلين، كتاب مفيد على طريق الترك، لأنه ينبئك عن قوة الأفكار التي تدور في عقلك، وعن أهمية مراقبتك لأفكارك والبرامج التي وضعت فيه في السابق، وأن لا تسمح لأي فكرة خاطئة بأن تتغلله وأن تتخلل إلى نفسك، كما يقول نيتشاندا: أنا لا أسمح لأي فكرة جنسية بأن تتخللني. وأيضا قلنا أن كلمته الجميلة جيمس آلين بأن عقل الإنسان مثل البستان، إن لم تزرع فيه زهور ومزروعات جميلة ومفيدة فإنه سيمتلئ بالحشائش والمزروعات العشوائية، فلن يبقى على ما هو عليه. طيب، ماذا إن كان عقلك قد امتلأ أساسا بالأعشاب الضارة، أو كانت فيها أعشاب ضارة وأشجار إدمان وعادات سلبية وأفكار وملفات تعيقه وتهوسه؟ طبعا أنا أخلط تعليقي على كلامك العادة. فيقول بأن مثل ما أن أنت تنزع الأعشاب الضارة من البستان، كذلك يجب أن تنزع الأفكار الضارة من عقلك، وتزرع مكانها أفكار معينة، أفكار تقودك إلى الخير، أفكار تقودك إلى الإنتاج، إلى الإنجاز، إلى السير على طريق مستقيم. وأيضا الفائدة الثانية للكتاب والتي تعين التارك هي أهمية التيقن والإيمان بالمستقبل، وأنك إن قدمت جهود كافية وبذلت ما بوسعك واستبشرت خيرا وأيقنت بأنك إن شاء الله ستتمكن من الخير، وأيقنت بأن الحياة مملوءة بالوفرة، أن الأصل بأن النعم متدفقة إليك، بأنك أنت إن صيرت ووجهت عقلك والاتجاه بأن لديك قوة داخلية. هذه أحد ميزات الكتاب، بأنه ينبهك على قوتك الداخلية، وأنك بإذن الله إن أنت استعنت به، بإذن الله إن أنت استخرجت مكنون قوتك الداخلية واستغليتها واستغليت قوة عقلك، مع العمل الجاد، مع بذل المجهود، فإنك ستصل إلى مراميك، ستصل إلى ما وضعت ذهنك للوصول إليه، ستحقق هدفك. استحيا بلا إن شاء الله بلا أمراض وبصحة بشكل عام يعني في الغالب، وبوفرة من جميع النواحي. وهذا من أهم الأمور التي يحتاجها التارك أو من هو على طريق الترك،
وكلنا متعافين يعني، أي إن سواء من ترك أو لم يترك كان على طريق الترك، كلهم يسمون متعافين أو على طريق التعافي. يحتاج إلى أن يوقن بأن هناك أمر ينتظره مشرق، هناك واقع أفضل مليون مرة من الواقع الذي يعيشه في حياة الإدمان. هذا أمر عام يجب أن يتبناه ويوقن فيه من هو على طريق الترك بأن الخير آت إن هو بذل جهده في الترك والتعافي، ووضع في ذهنه تصور ما ستكون عليه حياة الترك. وما لا أتكلم عن حياة الترك، لكن أنا دائما أصيب الكتب وأحولها لكي نستفيد منها على طريق التعافي، لأن قوانين النجاح واحدة. أنا أقرأ من النسخة الإنجليزية، لكن هناك نسخة مترجمة ويبدو أنها جيدة. أحد الأخوة الفضلاء ذكر بأنه قرأها بعدما سمعني أتكلم عنها واستفاد منها كثيرا، وأنا استفدت من الكتاب، فأحب أن أشارككم بعض الأفكار العظيمة أو المفيدة التي وردت فيه. يقول جيمس آلن: أنت لا تجذب إلى نفسك ما أنت تريده، بل تجذب ما أنت عليه. يعني أنت لا تأتيك الظروف أو النتائج التي أنت تريدها، بل تأتيك النتائج والظروف التي أنت عليها، التي هي انعكاس لشخصيتك. فمن يزرع في شخصيته الهوس والشبق كيف يريد أن يصبح منضبطا في هذه النواحي من الخارج، كيف يريد أن تكون نتائجه هو النقاء والعفة والاستغناء. كيف من يزرع ريح لا يجني غير العاصفة، من زرع حصد. أنت زرعت الشبق والهوس والتهافت على الشهوة الجنسية، فأنت حصدت مصير. حصدت ذاك المصير، حصدت ما زرعته. فنحن الآن نريد أن نقلع هذه الحشائش. ويقول أن نحن سجناء لأفكارنا وأفعالنا، بالضبط مثل ما شاهدنا في العادة السرية. أفكار وأفعال قمنا بتبنيها وممارستها والانجراف وراءها إلى أن سجنتنا، فنحن الآن بيدنا. وهذا هو الخبر الجميل، أن نحن غيرنا أفكارنا وأفعالنا. لكن طبعا لأن الموضوع أصبح إدمان، فلن يصبح الموضوع بين يوم وليلة، لكن ضربة بعد ضربة نكسر في هذه الأمور ونقتلع من هذه الحشائش ونبدلها بزهور ونباتات مفيدة، كالكلمة الطيبة التي كالنبتة التي تزدهر. ويقول: ما المعنى من مقاومة الظروف الخارجية؟ يقول أنت تقوم بمكافحة النتيجة بينما تستمر بتطوير أو بفعل نفس السبب، وهي القاعدة المعروفة.
قاعدة السبب والنتيجة، أن السبب يؤدي إلى نتيجة، كل سبب كل نتيجة هي بسبب، كل سبب يؤدي إلى نتيجة. مثلا أنا الآن مثلا أمشي في الحديقة، بعد فترة من الزمن شهر شهرين ثلاث سأجني صحة أفضل. مثلا لو جلست أدخن بدلا من المشي شيشة أو سيجارة، أيضا بعد سنة سنتين ثلاث سأجني نتيجة ذلك. وأيضا في العادة السرية، أنت إن كنت تقاوم فقط النتيجة ولا تحارب السبب، يقول أن السبب نحن نستمر بمكافحة النتيجة ونقوم برعاية السبب الذي هو في قلوبنا، الأفكار التي نتبناها عن الجنس، عن الإباحية، عن ما إلى ذلك، هذه نتركها. كما هو قال الوعي، أما عدم الانتكاس أو عدم المقارفة العادة السرية، نكافح الانتكاسة، بينما ما زالت قلوبنا متعلقة، هذا الأمر لا ينفع. أخواني، ينبغي أن يكون التغيير على مستوى عميق. يقول جيمس آلين، كلنا متحمسين لتغيير ظروف حياتنا، لكن لسنا مستعدين لتغيير أنفسنا. تجد الواحد مستعد لأنه يغير العادة السرية أو على المشاهد الجنسية، لكنه ليس مستعد لتغيير نفسه، لتغيير ذاته وشخصيته. لا يمكن، هذه جاءت انعكاس لشخصيتك وذاتك، أنا أولهم. ولذلك أنا أتدارس معكم هذه الأمور ليست كافية، لابد أن يكون التغيير يكون على عدة محاور، ليس فقط من الكتب. لابد أن الإنسان يتأمل في نفسه، يحاسب نفسه، روتين حياته، روتين يومه، أصدقائه، نظام يومه، عباداته، أفعاله، سلوكياته، تضييعه للوقت، استثماره للوقت، يكون في رحلة استكشاف لنفسه، للحياة، للناس، يقوم باستكشاف لنفسه بالذات والأفكار التي أنتجت هذا الإدمان حتى يقوم بالعمل عليها. ضرب مثل على مثلا شخص لديه مثلا أمراض جاءت بسبب إفراطه في الأكل، أو جاء مرض السكري بسبب إفراطه بالسكر، أو الأمراض القلب بسبب الدهون، أو ما إلى ذلك. فهو مستعد أن يذهب إلى الطبيب ويأخذ الأدوية، وربما يجي عملية، لكن غير مستعد بأن يكف نفسه عن شهوة الأكل والطعام. القائم قال: أليس الطعام حلال؟ نعم حلال، لكن يجب أن تكف نفسك عن الإضرار بنفسك. إن انقلب الحلال إلى مضرة فأصبح حراما، فأنت كل واشربوا لا تسوفوا. فأنت أي شيء يتم استخدامه بطريقة خاطئة وبإفراط فإنه مضر، والذي جعل
يفرط بالأكل ويمرض سبب ذلك شيء واحد فقط، لا يستطيع أن يكف شهوته لتناول الطعام، لا يحب أن يجعل في خاطره طعام معين أو حلوى معينة أو شراب، لا يحب أن يعني يكف هواه. الهوى هو الميل والحب، الهوى. لذلك الهوى ليس هي يعني الهوى الذي ذكر في القرآن ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى ليس المقصد المحرمات. لذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يكون ما تميل نفسه إليه تبعا لما جئت به، لما جئت به. فهذا شخص غير مستعد لأن يكف نفسه عن هواها، كما يقول أبو العتاهية: النفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو هواها فاهم، يعني فاتحة فمها، وكما قال البصيري: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. يعني والله أعلم، النساء ربما الأمهات يعرفن هذا الموضوع. الطفل سيستمر في الرغبة في الحليب إلى أن تعوده على أن يكف طمعه في الحليب فينفطم. فنحن كما تقول ميل روبنز، وأنا أنصحكم بكتابها، هذه من الكتب التي تعلم الانضباط، كتاب قاعدة الخمس ثواني، مترجم ترجمة رائعة. كل ترجمات جرير في الغالب خذها وانت مغمض، جدا رائعة. بعض المواد تكون أفضل حتى من الكتاب الإنجليزي نفسه باللغة الأصلية، بعض المواد جدا رائعة. فهذا كتاب ترجمة جرير، كتاب كما يفكر الإنسان يكون ليس بترجمة جرير، لكن أرجو أن تكون ترجمة رائعة. فكتاب ميل روبنز قاعدة الخمس ثوان أيضا تعلم الإنسان كيف أنه يجب أن ينطلق، كيف يجب أن ينطلق بدون أن ينتظر أنه يشعر بأنه يريد أن ينطلق. يقول جيمس آلن: الأفكار والأفعال الجيدة لا يمكن بأن تنتج غير النتائج الجيدة، والأفكار الرديئة والأفعال الرديئة لا يمكن أن تنتج غير النتائج الرديئة. يقول: كما أن بذور الذرة لا تنتج غير الذرة، وبذور القمح لا تنتج غير القمح، كذلك البذور الأفكار الرديئة لا يمكن أن تنتج غير النتائج الرديئة. ويقول: المعاناة هي دائما نتيجة أفكار خاطئة زرعت في الإنسان، أو قال إنها أفكار خاطئة فقط. شخص تبنى أفكار خاطئة شعر بالمعاناة. يقول إنها تنبئ بأننا خارج الانسجام أو التناغم. هذا يذكرني بكلام يوغاناندا، باماهانسا يوغاناندا، عندما يقول بأن الأمراض النفسية والجسدية سببها عدم انسجام الأفكار مع بعضها، أو
نعم هذا ما أذكره، الأفكار مع بعضها هناك تناقض بالأفكار داخل الإنسان. فداخل الإنسان ناحية الأفعال والأفكار هناك تضارب يريد أن يكون عفيفا عزيزا، في نفس الوقت يريد الإباحية، يريد العادة السرية، يريد أن يعبد الله في نفس الوقت يريد أن يعصيه، يريد الصحة في نفس الوقت يريد أن ينغمس في ملذات خطيرة على الجسد، يريد الكسل ويريد صقل جسده. لا يمكن مجرد وجود أفكار متضاربة، عزائم مختلفة ومتصادمة في داخل الإنسان، يقول يوغاناندا أن هذه الأمور تستنزف الطاقة وتجعل القوي الشديد خائر القوة، ومع الوقت سينتقل الأمر إلى أمراض. يقول الإنسان الذي أفكاره منسجمة مع بعضها، عزائمه أفعاله منسجمة مع بعضها في داخل عقله وفي داخل شخصيته، يحب الرياضة وفي نفس الوقت يحب الأكل الطيب الصحي، في نفس الوقت يقوم بفعل الرياضة وأكل الأكل الصحي، يحب الله في نفس الوقت يطيعه، يحب العفة في نفس الوقت يسلك سبيلها، ويتبنى كل الأفكار التي تنسجم مع هذه الفكرة الموجودة في داخله. لكن أنك أنت تكره الإباحية وتحبها في نفس الوقت، تريد الانغماس في الملذات وتريد الزهد فيها، يعني فأنت يجب أن تحافظ على الانسجام أو أنك أنت ستعاني. ويقول أيضا نحن ننتقل إلى مرحلة النضج حينما نتوقف عن الصياح والبكاء والتشكي ونبدأ بالبحث عن العدالة داخل أنفسنا. والتي ستعلي من حياتنا في الوقت الذي نتوقف فيه عن اللوم ونبدأ نبني أنفسنا بأفكار قوية وأفكار نبيلة. يقول بأن القوانين التي قامت عليها الحياة هي عادلة، الله سبحانه وتعالى عادل، من جد وجد، من زرع حصد، وما تقدم لنفسك تجنيه. يقول لنسمح لأنفسنا بأن نغير نحول أفكارنا بشكل جذري، وسنندهش من التغيير الكبير الذي سيحدث في حياتنا. سنكمل في حلقة أخرى في هذا الكتاب. أتمنى أنتم أنكم استمتعتم واستفدتم، محبكم محييكم، ونراكم في حلقة قادمة في أمان الله.